احنا كمكتب جهوي جينا نجسدوا لهذه الوقفه، هذه وقفه احتجاجيه انذاريه امام ولايه جهه مراكش اسفي. هذه الوقفه هذه جات باش ندقوا ناقص الخطر ونوجهوا واحد النداء للسيد الوالي والمسؤولين وزير الصحه ورئيس الحكومه، كنوجدوا لهم واحد النداء بان جهه مراكش اسفي قطاع الصحه فيها كيعيش كارثه، كيعيش على شفا الانفجار، خصوصا وحنايا كنعرفوا ان هذه الجهه هذه مقبله على ورش الحمايه الاجتماعيه. ورش تعميم الحمايه الاجتماعيه كيتطلب من المسؤولين باش يكونوا مسؤولين جادين ويكونوا على اعلى مستوى، لا في سواء تدبير الشان المحلي الصحي ولا على مستوى الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين. خصوصا حنا كنشوفوا هذه الجهات مراكش اسفي قطاع الصحه فيها قطاع جد متهالك، كيعيش مجموعه من التجاوزات والفوضى والعشوائيه في التدبير. فاذا جينا نشوفوا مستشفيات راه كنلقاوها كتفتقر الادويه والمستلزمات الطبيه، سيارات الاسعاف مهترئه، الحوار الاجتماعي مستهلك. كنلاحظوا بانه المسؤولين فقط على مستوى المدير الجهوي كيدير حوار من اجل استهلاك الوقت، اما المستشفى الجامعي فهناك كلام اخر على المستشفى الجامعي. المستشفى الجامعي مدير المستشفى سد باب الحوار نهائيا على النقابات. اليوم جينا باش اننا نجسدوا هذه الوقفه من بعد ما تسد علينا باب الحوار من المسؤولين داخل الجهه، مسؤولين يفتقرون لحكامه ورزانه وسوء تدبير، مسؤولين غير قادرين على الحوار. نحن كنقابه مستقله واحد الفرقاء الاجتماعيين، ومن بعد اللقاء اللي جمع السيد مدير الموارد البشريه والسيد المدير الجهوي بجهه مراكش اسفي والذي طرحنا فيه العديد من الحلول لهذه المشاكل، ليومنا هذا وبعد موافقه السيد المدير الجهوي لحل هذه المشاكل وبعد تبنيه لحلولنا، ليومنا هذا ما شفنا حتى شي حلول مع الاسف. قررت النقابه المستقله للممرضين وتقنيين الصحه انها تدق باب الحوار من جديد السيد المدير الجهوي يومه 23/12/2022، حتى انا طلب لقاء لحد الساعه لم نتلقى اي جواب، يعني باب الحوار مغلوق.